إذا أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي قناة شفت في قناة الشعب، هذا البث المباشر هنا مباشرة من المقبرة الإسلامية بن كيران. سبحان الله، يعني كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، هذه العين للاسم ديالها عين صور، الماء فيها ما كيوقفش صيفا وشتاء طبيعة الحال. فهاد العين فهي جت وسط المقبرة، وبالتالي فأي واحد بغى يجي أنه يترحم على الأهل والأحباب ديالو اللي مدفونين هنا في هذه المقبرة، فكيوجد المياه هنا في هاد العين. فسبحان الله، الإشارة متابعينا الكرام كيف كتشاهدوا معنا، فهاد العين يعني المياه فيها تجري صيفا وشتاء، وكيف قلنا فسبحان الله، يعني هاد العين اللي ظهرت هنا في هذه المقبره الاسلاميه بن كيران، فهي ظهرت، هذه ماشي اول مره انها غادي تكون هذه العين. فهذه العين يعني سنين عديده وهي كاينه هنا، ورغم يعني تراجع المياه في واحد العدد كبير ديال العيون اللي كاينه هنا على مستوى مدينه تطوان، فهذه العين سبحان الله الماء كيف كان فيها فهو باقي. وللاشاره فبزاف ديال الناس فهما جاوا لهنا وداروا النيه وشربوا من هاد المياه بغرض انهم يتشافوا من بعد الامراض، وجاب الله التيسر. يعني سبحان الله، فهاد العين كذلك فيها البركه لما لا، وهاد العين يعني داخل المقبره الاسلاميه حيث وري جثمان واحد العدد كبير ديال الناس اللي كانوا كيديروا الخير، المسلمين ديالنا وكذلك اعلام الدين. فكيف ما كتشاهدوا معنا، هذه هي العين ديال الصور، وكذلك كاين واحد العين صغيره هنايا عاود تحت هاد العين، يعني كاين جوج ديال العيون، يمكن نقولوا بان هذه العين هي الاصليه واللي الاسم ديالها عين صور. فسبحان الله، يعني كيف كتشاهدوا معنا، هذه هي المقبره الاسلاميه بن كيران متابعينا الكرام، واللي هي محاطه بصور، بالاضافه الى يعني حراسه امنيه من طرف الامن الخاص الذين يسهرون على مراقبة مداخل ومخارج المقبرة الإسلامية بن كيران، ويسهرون على طرد أي شخص ممكن أنه يعني يحاول أنه يدنس حرمة المقابر اللي موجودة هنا بالمقبرة الإسلامية بن كيران، أو كذلك المقبرة اللي كاينة يعني على مستوى هضبة جبل درسة أو على مستوى القصبة. إذا كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، هذه هي العين ديال الصور اللي كتوجد داخل المقبرة الإسلامية بن كيران، وأي واحد يعني بغى يجي يزور الأهل ديالو عوض أنه يشري الماء أو أنه يجيبو من الروبيني ويجيب الثقل، فما عليه وأنه يتوجه لهاد العين اللي هي عين صور، ويسقي المياه ويجي باش أنه يترحم بهم على الأهل ديالو. وكذلك كاين واحد المجموعة ديال الأشخاص اللي هنايا يعني كيتماعشوا من الخميس للخميس، كيكونوا هنايا حتى هما كيجيبوا المياه، وكذلك كيبيعوا واحد النوع ديال النبات اللي كيتسمى الريحان، كذلك على مستوى مداخل ومخارج المقبرة الإسلامية بن كيران. إذا كيف كتشاهدوا معنا سبحان الله، فهاد المياه فهي عذبة وصالحة للشرب، يعني حتى المذاق ديالها فهو حلو، ماشي من ديك النوع ديال المياه اللي إذا شربتيهم غادي تحس بأنها مرين أو لأنهم مالحين شوية، الماء عادي. وبزاف ديال الناس فهما يعني داروا النية وجاو شربوا هاد المياه، هادو ما بغارت الشفاء وتمثلوا الشفاء، كي اللي كانت فيه المعده، كي اللي كانت فيه بعض الامراض اللي هي خفيفه، وجاب الله التيسر. اذا كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، هذه هي العين ديال الصور، وكذلك كاين واحد العين اللي هي صغيره هنايا، هذه هي كذلك عين اللي هي صغيره وكيخرجوا منها المياه، والمياه يعني ما كيوقفوش هنايا كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، يعني المياه هنايا ما كيوقفوش على مستوى هاد العين اللي هي عين صور. نتمنى ان شاء الله متابعينا الكرام، يعني بعض احد المحسنين فهو جاء يعني ودخل تحسينات على هذه العين، نتمنى ان شاء الله ان فعاليه المجتمع المدني والناس اللي كيديروا الخير انهم يجيوا وكذلك يدخلوا تحسينات على هذه العين، لان كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، حتى بالنسبه للناس اللي غادي يجيوا باش انهم يسقيوا، فكيف كتشاهدوا يعني لهاد الجوج ديال القنوات اللي كيخرج منها الماء فهما جاو حانيين شويه، وحتى هذا الحوض فهو صغير شويه، وبالتالي اذا جاء احد المحسنين وقام بتوسعه هذا الحوض فغادي تكون اضافه كبيره لهذه المقبره، خصوصا انه يوم الخميس فكيكون اقبال كبير على المقبره، وكيكون العدد متزايد ديال المرتفقين وديال الاهل اللي كيجيو خصيصا باش انهم يزوروا الاهل ديالهم. ذكروا بان مدينه تطوان يعني عكس مجموعه من المدن المغربيه، فالتطوانيين تعودوا على زياره قبور ذويهم وعائلاتهم يوم الخميس عوض يوم الجمعه،
طبيعة الحال فهذه جرت العادة والتقليد يعني من طرف التطوانيين انهم يزوروا يعني القبور ديال الاهل ديالهم خلال يوم الخميس، وكتكون واحد الحركة هي هنايا غير عادية، بالإضافة إلى حتى الأمن الخاص وهو كيقوم بواحد المجهود كبير جدا في العملية ديال تنظيم ديال زيارة القبور، وكذلك إبعاد بعض الأشخاص اللي ممكن أنهم في حال باقي المقابر الأخرى اللي كيكون فيها السحر والشعوذة، فهذه المقبرة يعني فيها واحد المراقبة صارمة جدا، وإذا دخل أي واحد يعني غريب لهذا المقبرة فكيتم إعلام للرجال الأمن الخاص كذلك اللي كينسقوا مع الشرطة باش أن أي شخص إذا جا لهذه المقبرة، وكذلك بعض الأشخاص اللي ممكن أنهم يكونوا مختلين عقليا أو أنهم يجيوا بغرض أنهم يتعاطوا المخدرات يعني داخل المقبرة الإسلامية بن كيران، فهم كيوجدوا يعني حراسة أمنية من طرف الأمن الخاص لمدة طويلة، هما كيشتغلوا كيعرفوا كل صغيرة وكبيرة، كما أنهم كيسهلوا حتى العملية ديال أحد يعني الافراد اذا جا هنايا بغى انه يبحث على القبر احد الافراد ديال العائله ديالو، فهما كيرشدوه وكذلك كيسهروا على المراسيم ديال الدفن وكذلك ديال العزاء، طبيعه الحال فهما كيكونوا عارفين المسالك من غادي تدوز الجنازه، بمجرد من انها كتوصل للمصلى سواء المصلى اللي كاين على مستوى المقبره الاسلاميه بن كيران او كذلك المصلى اللي كاين على مستوى القصبه، فدائما كتلقى رجال الامن الخاص اللي كيقوموا بتسهيل عمليه الدفن وكذلك تقديم واجب العزاء وكذلك صلاه الجنائز. اذا متابعينا الكرام كيف قلنا في هذه العين ديال الصور فهي ظهرت هنا بالمقبرة الإسلامية بن كيران هذه مدة طويلة، والشيء الجميل أنها جاءت في وسط المقبرة حيث يزورها مجموعة من التطوانيين وكذلك الناس اللي عندهم العائلات ديالهم مدفونين هنا باش أنهم يترحموا عليهم بمياه هذه العين عين صور، فسبحان الله هذه العين كيف قلنا فالمياه فيها لا تتوقف صيفا وشتاء. إذا متابعينا الكرام ما بقنا إلا أننا نودعكم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في بث آخر، الله يرحم موتانا وموتى جميع المسلمين، والله يرحم الوالدين لهاد الناس هذوما اللي قاموا بترميم هاد العين، وكذلك الناس الصاهرين في مختلف المقابر الإسلامية اللي كيحاولوا أنهم يبعدوا كل شيء أنه ممكن أنه يسيء الحرمة المقابر، وكذلك التنظيم ديال عملية الدفن وتقديم العزاء وكذلك صلاة الجنائز. إذا متابعينا الكرام دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.